احنا معانا مروه على اسم اختي حبيبتي. ايوه يا مروه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا مروه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يلا معاكي دكتوره صوفيا، قولي الحلم اول عشان التليفونات تلبق. اتفضلي. ايوه يا دكتوره صوفيا. اهلا بيك، ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي بقى. يلا. انا حلمت ان انا عندي ولدين كبار وبنتين. انا حلمت ان انا ولادي الاثنين توفوا في الحلم. الكبار الولاد. عيل عنده 16 سنة وعيل عنده 13. طيب ها. وشفتهم في الحلم هما بيكفنوهم وهما بيغسلوهم ولفوهم يعني. وبعد كده يعني ما دخلوش البيت عندنا، هما وديناهم الجامع وغسلوا في الجامع. وجوزي ما رضيش ياخد عزاهم. انت في خلاف بينك وبين جوزك؟ شوية كده يعني، شوية مشاكل. طب بصي بقى، لازم تصلي ركعتين لدفع ضرر هذه الرؤية. طالما فيها تكفين فدي ما فيهاش اتنين تلاتة، لازم ندفع ضررها. دفع الضرر يبقى بالصدقة، دفع الضرر بالدعاء، الدعاء يغير القدر. لازم وانت دعاء الأم كمان. وكمان ان كون ان الأب مش مرضيش ياخد العزة، معنى كده ان كمان يعني هي مشكلة كبيرة، هي مصيبة. بس انت حاولي ان انت تتصدقي، والله الصدقه دي مفعوله سحري فعلا. مفعوله سحري، لسه كنا بنتكلم قبل الفقره بتاعت حضرتك. اعملي كده، اعملي تصدقي كده. بقى يا ام عبد الرحمن. طيب يا مروه، معانا عبد الرحمن، معانا استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم استاذ دكتور. اهلا وسهلا. اتفضلي معاكي دكتوره صوفيا. اهلا وسهلا. انا حلمت البارح اللي انا كنت ماشيه انا ومامتي على الطريق كده، كل شويه الاقي جنيه فضه. ايه؟ انك ايه؟ معلش التليفون بيقطع يا حبيبي، ايه بتقول ايه؟ كنت ماشي انا ومامتي على طريق كده وكل شويه الاقي جنيه فضه. تلاقي جنيه فضه؟ ماشي هو والطريق. هو كل شويه تقول لي هات جنيه وانا مش راضي. انت سنك قد ايه؟ انت عندك كام سنه يا عبد الرحمن؟ عندي 12. طيب ابشر. ماشي شكرا عبد الرحمن. رؤية هم بتقول لي هو ماشي هو ومامته كل شويه تلاقي جنيه فضه وتقول له انزل الدنيا يا عبد الرحمن. حلو، ده هو بركه في رزقهم. ولكن في حاجه، بس حاجه صغيره كده، ان هي كوينز. الكوينز دي قيل وقال يعني مش سايبينهم في حالهم، هم ربنا بيكرمهم وبيبارك لهم ورزقهم ماشي ان شاء الله. الواد مرزق. مرزقين، بس الناس العين بتتكلم. عليهم وكلام تتكلم كلام الناس يعني. ربنا يستر. احنا معانا مين يا استاذ رشا؟ معانا مين؟ معانا استاذ رمضان. السلام عليكم استاذ رمضان. اهلا وسهلا. والله يعني عايز اكلم الدكتوره بس. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. مع حضرتك يا استاذ رمضان. انا بقوم كل يوم كده بحس يعني في الحلم ان انا بتبول براحتي. شكرا استاذ رمضان. التليفون قطع. احنا عايزين برضو ننوه ان احنا خليكم معانا بعد الفقره بتاعه الدكتوره صوفيا اللي احنا كلنا مستمتعين بيها. معانا دكتور رامي العقاد وكل اسرار التخسيس اللي محدش هيقولها لنا اللي هو، ومن خلال شركه هيلثي لايف محدش يروح في اي حته. كل الناس سالوني على الدايت وعلى الخسان، وشايفين دكتوره صوفيا ما شاء الله خاسه وزي القمر كده، فبرضو يعني هنعرف الاسرار ديت مع دكتور رامي، وانا هعرف الاسرار من دكتوره صوفيا بعد عارفه من غير ما اقول لك. انا اكثر واحده عارفه. خلينا بقى نتكلم يعني دلوقتي الشعر في الحلم. طب امتى يكون الشعر كويس في الحلم؟ لما يطول يعني، لما يبقى طويل، بس كمان طويل ما يتدلدلش للارض. الدلدله للارض دي هم وحزن، لانه بيشيل معاه بلاوي وهو ماشي. تمام. لكن يبقى الطول اللي هو يعني حلو ومستحب تشوفيه، يكون مسترسل، يكون متسرح، ما يبقاش كده مهرجل، ما يبقاش منكوش. لو حد جالك ميت في الحلم وشعره منكوش، يا اعوذ بالله، ده بيتعذب عذاب مش عايزه اقول لك. والعياذ بالله. ولو كان ما بيصليش يا دكتوره، يعني لو اللي انا شفتها ديت في الحلم جايه شعرها منكوش ووشها شاحب كده، وكانت بس ما كانتش بتصلي. طيب. لكن كانت خيره وكل حاجه بس ما كانتش بتصلي. طب هو اصلا ايه عماد الدين؟ مش هو الصلاه؟ الصلاه وعماد. طب ماشي، ايوه العمل الصالح كويس وكل حاجه، بس كملي دينك بالصلاه. فحته النكشه دي لما تيجي لواحده كمان عايشه وتشوفيها شعرها منكوش، دي هتصاب بحمى. والعياذ بالله. او تصاب بمرض مزمن يستمر معاها فتره طويله. المهم مش الكورونا. المهم مش الكورونا. ربنا يكفينا الشر يا رب. ان شاء الله.